الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا، فلمن فاتته فرصة متابعة الهدف إليكم الصور. نتابعونا المحاولة اللي كانت من خلال اللعب، طبعا لعب فريق الوداد ام علاء. خليكم مع هذه الصور مشاهدينا الكرام. محمد العدلي يحييكم، شكرا على حسن المتابعة. إلى هنا طبعاً مقابلة اللي يمكن نقول بأنه استمتعت كيف ما استمتعوا كل الزملاء. مشكورين الزملاء في الوحدة رقم 7 قيادة الزميل وعزيز اللي كان حاضر لتأمين نقل التلفزي لهذه المواجهة، أيضاً كل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا، فلمن فاتته فرصة متابعة الأداء إليكم الصور. نتابعونا المحاولة اللي كانت من خلال اللعب، طبعا لعب فريق الوداد ام علاء. خليكم مع هذه الصور مشاهدينا الكرام. محمد العدلي يحييكم، شكرا على حسن المتابعه. الى اللقاء.